يعني جزئين من الثانية توقيت شاهين. تهانينا لمحمد بن سعيد بن حمرور العامري واللي وصل مع المركز الثالث. مكار يقطع مسافة الثمانية كيلومترات بفترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 51 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لمالكة سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. تهانينا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. شوطنا الختام انطلاقات هذا الصباح الان ينطلق على حضراتكم معلنا بداية نهاية سباق هذا الصباح. نذكر الجميع بانطلاقة المساء ستكون في الساعة الثانية من بعد الظهر هذا اليوم لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الانطلاقات المسائية. انطلق شوط الختام في هذه اللحظة مع هذه الزمول المهجنات التي تشارك في هذه الانطلاقة وهذا التحدي. يسير الشوط وتسير الأسماء مشاهدينا الكرام حاملة كذلك في طياتها الكثير من المنافسات والكثير من التحديات. أتابع إذن أيها الحبل الكريم حضراتكم البداية الأولى والانطلاقة الأولى الذي يبحث عنها قاصد. تعود ملكيته لنواب الأول، يبغي المركز الأول لكن مثير غير وانتزع صدارة الشوط. سالم بن سلطان بن يراح الاجتبي الآن خذ صدارة الشوط. أيها الحبل الكريم تصدر المجموعة، تصدر المجموعة مع الكيلو المتر أو 200 متر الأخيرة. يا سلام، مثير الآن في المركز الأول سالم بن سلطان بن يراح. إذا انتزع صدارة الشوط، انتزع الناموس الأول لمجريات هذا الشوط. هذا هو امامكم مشاهدينا الكرام، ياخذ المركز الاول، يخطف صدارة هذا الشوط بتفوق كبير عملاق. تهانينا والناموس سالم بن سلطان بن يراح على هذا الفوز وهذا الانتصار وهذا الناموس المستحق من خلال تواجد مثير على المركز الاول في لحظة إثارة، في لحظة تحدي، في ختام سباق هذا الصباح. هذا هو لحظات وصوله الى الخط النهائي معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين خميس بن سالم القايدي ياتي في المركز الثاني، المركز الثالث النعيمي عبد الله بن صرخ النعيمي، المركز الثالث الغربي ساري او الرابع الغربي ساري بن راشد المطيعي، والمركز الخامس هناك بالضبيعه يتواجد مطر بن محمد بالضبيعه ياتي خامسا، وبالغافريه سادسا، وبن سرداح سابعا. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الكرام لتحدي هذا الشوط. ولكن نعود بحضراتكم في هذه اللحظات مع لقاء